بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام شهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة بالرواق الجاوي، في كلامه على باب المرجحات، يتكلم هنا على المرجحات. قال: وأما الأدلة، يعني أننا نتكلم حينئذ عن إشكالية في الدلالة، لأن الأدلة إما أن تنفرد وحينئذ فلا إشكال، وإما أن تجتمع مع بعضها على مدلول واحد، ومع اجتماعها إما أن تكون متفقة وإما أن تكون مختلفة. فإن اجتمعت الأدلة المتعددة على مدلول واحد كان ذلك جائزا وأفاد التقوية في أن المدلول الواحد عليه أكثر من دليل. ولذلك نجد في كتب الفقه يقولون: الدليل على هذه المسألة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فنرى أن الأدلة قد توافقت على مدلول واحد ولا مانع من ذلك، وكثرتها يدل على قوة ذلك المدلول. وإما أن تتقابل الأدلة وأن تتعدد ولكن تختلف، بأن يكون هذا الدليل مثبتا لشيء ويكون هذا الدليل الآخر ناف لشيء آخر، وحينئذ فالعلماء والمجتهدون وضعوا طريقة إما لفك التعارض للجمع بين الأدلة وإما لترجيح بعضها على بعض. فإن أمكن الجمع فوجب، لأنه عمل بكل من الدليلين من وجه، وإن لم يمكن فالترجيح، وإن لم يمكن الترجيح فالتساقط. فإن أمكن الترجيح فالترجيحات متعددة، إما ترجيح بحسب الحكم، وإما ترجيح بحسب المتن، وإما ترجيح بحسب السند، وإما ترجيح بحسب الأمور الخارجية، وإما ترجيح متعلق بالإجماعات، وإما ترجيح متعلق بالأقيسة. فهذه أنواع متعددة للمرجحات. والذي ذكرها على هذا النحو وهذه الطريقة ابن السبكي في جمع الجوامع، وشارحنا جرى وسار على هذه الطريقة التي ذكرت في جمع الجوامع. وأما الأدلة، يعني عند اجتماعها اجتماعا تتنافى فيه الأدلة، لأن احنا ضربنا أمثلة اهو، إما أن تكون أدلة متعددة أو أدلة غير متعددة. أدلة غير متعددة كان يكون على المدلول الواحد دليل، ما فيش مشكلة في هذا، أو إما أن تجتمع، واجتماعها إما أن يكون على مدلول واحد مع عدم اختلافها، وإما أن يكون على مدلولات متعددة، بأن يثبت هذا وهذا الآخر ينفي هذا، وحينئذ وجب أن نطلب الترجيح. قال: وأما الأدلة فترجيح بعضها على بعض يكون من أوجه، ترجيح بعض الأدلة على بعض. يعني ايه الترجيح؟ الترجيح هو التقوية، يعني نحن نقوي احد الأدلة لكي يكون مقدما في العمل. ولذلك ترجيح يعني ايه؟ يعني تقوية، تقوية احدى الأمارتين
على الأخرى ليعمل بها. ده تعريفه كده. من أوجه أحدها بحسب مدلوله، يعني مدلول الحكم الذي اشتمل عليه الدليل، بحسب مدلوله يعني بحسب مدلول الدليل. إيه هو مدلول الدليل؟ هو الحكم، يعني بحسب الحكم الذي دل عليه الدليل. فيقدم، والفاء هنا واقعة في جواب الشرط، وأما الأدلة فيقدم، وبناها لما لم يسمى فاعله لأن الفاعل معروف. فيقدم أي فيقدم الفقيه المجتهد، لا أحد الناس. فيقدم الجلي، يعني يقدم الدليل الجلي من الجلاء. الجلاء اللي هو يا مشايخ اللي هو الظهور، اللي هو في مقابلة الخفاء. جلا يجلو يعني ظهر في مقابلة الخفي، دليل ظاهر في مقابلة دليل خفي. يقدم الجلي على الخفي. مثل إيش كده؟ قال كالظاهر والمؤول. فيقدم الظاهر على المؤول. احنا قلنا ان الظاهر ما احتمل طرفين، غير انه ارجح في احدهما. يبقى الطرف الراجح بيسموه ايه؟ ظن، والمرجوح بيسموه وهم، والمساوي شك. قال فيقدم الظاهر. ايه هو الظاهر؟ اللي قلناه لكم، ما دل على معناه دلالة ظنية، واضح جدا لأنه راجح. بيقدم على إيه؟ بيقدم على المؤول. المؤول ده يعني صار راجحا بالدليل، يعني هو الطرف المرجوح من أحد طرفين يحتملهما اللفظ، غير أن هذا الطرف المرجوح قام الدليل على إرادته فصار مؤولا يعني راجحا بغيره. فكأنه يقدم ما رجحانه في ذاته على ما رجحانه من غيره. وهذا هو جهة الجلاء، إنه هو في ذاته قوي والثاني في غيره. طيب كالأسد، الأسد ده راجح، لفظ أسد يحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع، غير أننا نفهم منه أو نحمله على الحيوان المفترس لأنه راجح فيه بسبب أنه مراد من حيث كونه حقيقة. يعني احنا لماذا رجحناه؟ لأنه حقيقة. طب والأسد في الرجل الشجاع؟ لا، مجاز. والحقيقة أظهر من المجاز لأنها مما يسبق الذهن إليها. والمؤول اللفظ المحمول على المعنى المرجوح بدليل، واضح. فالأول جلي والثاني خفي. طب فين الجلاء والخفاء؟ ما أنا عايزين احنا بنقرا كده نعلمكم نفق. الجلاء لأن الظاهر رجحانيته في ذاته، يعني عندما تسمع لفظ أسد تفهم أن الأسد مراد به الحيوان المفترس ويسبق ذهنك إلى هذا المعنى، ينصرف يطلع يجري إلى هذا المعنى. لكن لو أنا عايز بقى أسد بمعنى رجل شجاع، مش محتاج إلا إني أقول رأيت أسدا في المعركة. معركة إيه؟ يقاتل. فكلمة في المعركة يقاتل جعلت
لفظ أسد الموضوع للحيوان المفترس على جهة الحقيقة، يستعمل فيه الرجل الشجاع على جهة المجاز بسبب وجود القرينة. فالقرينة هي التي جعلتني أقول إن هذا اللفظ مراد به هذا اللفظ المجازي. وإذا تعارض ما قوته في ذاته على ما قوته في غيره، يقدم ما قوته في ذاته على ما قوته في غيره، فيقدم اللفظ فيقدم الفاء هنا إيه؟ فاء الفصيحة. إذا أردت أن تعرف تفسير ما سبق فأقول لك فيقدم، أي تقديما واجبا، اللفظ في معناه. يعني إيه يقدم؟ يعني يقال بأن هذا اللفظ محمول على هذا المعنى دون كونه محمولا على معنى آخر في معناه هو. فيقدم اللفظ في معناه، أي في معنى هذا اللفظ الحقيقي على المجازي. بس ده بشرط ألا يدل دليل على إرادة المعنى المجازي، لأنه لو دل دليل على إرادة المعنى المجازي حتما هيقدم المعنى المجازي. رأيت رجلا في المعركة يحارب، حتما سأحمله على رأيت أسدا في المعركة يحارب، أحمله على الرجل الشجاع مش على الحيوان الإيه؟ المفترس. يبقى فيقدم اللفظ في معناه الحقيقي على المجازي، أي إذا لم يدل دليل على معناه المجازي، لكون الحقيقة غير محتاجة. لماذا قدمت الحقيقة على المجاز عند عدم وجود القرينة؟ قال لأن الحقيقة غير محتاجة في حمل اللفظ على ذلك المعنى الحقيقي، ليس محتاج إلا معرفة أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فمعرفة الوضع كافية للحمل ولا يحتاج إلى شيء آخر. ولهذا يقدم العام الذي لم يدخله التخصيص لكونه حقيقة على العام الذي دخله التخصيص، لأنه بيكون مجاز. يبقى هي الفكرة، هي تعارض عام لم يدخله تخصيص مع عام دخله تخصيص، هنقدم إيه؟ هنقدم العام الذي لم يدخله تخصيص على العام الذي دخله تخصيص. لماذا؟ لأن العام الذي لم يدخله تخصيص حقيقة في الاستغراق والشمول على العام الذي دخله تخصيص، لأن العام الذي دخله تخصيص هو فيما بقي مجاز. فهمنا ولا مش واصلة؟ واصل، وصلت وفصلت. ويقدم الموجب للعلم على الموجب للظن، يعني يقدم الدليل الذي يفيد العلم ويكون سببا في حصوله على الدليل الذي يوجب ويفيد الظن، كتقديم القطعي المتواتر على الظني كخبر الأحد. يبقى عندنا هو يقدم الموجب للعلم، يعني يقدم الدليل المفيد للعلم على الدليل المفيد للظن، مثل تقديم القطعي كالمتواتر على الظن كخبر الأحد، لأن المتواتر يفيد العلم بحصول مضمونه، والآحاد لا يفيد العلم بحصول مضمونه. أنا قاطع بقلبي بأن مضمون المتواتر حاصل، وعندي احتمال من الظن ألا يكون حاصلا وأن يكون حاصلا، فإذا تعارض القاطع مع الظن يقدم الإيه؟ القاطع على الظن.
لاحتمال خبر الواحد الغافلة. ممكن يكون يعني حصل له غفلة وسمع الخبر مقطوع مفصول، من يعني كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. الراوي ركبه على يعني سند آخر، غفلة، واخد بال حضرتك، نسيان. ممكن يكون فاسق، هو عدل، لكن ممكن يكون في الحتة دي اختلق الكذب، إمكان، كل ده ممكن. طب القطع، لا القطع ما فيهوش عوارض. والقاعدة أنه يجب العمل بالأقوى. ليه؟ قال لأنك لو ما عملتش بالأقوى هتبقى مجنون، لأنك ستترك الأقوى وتعمل بالضعيف. يبقى لغيت الأقوى وعملت بالضعيف، لئلا يؤدي ذلك لإلغاء القاطع وهو باطل. هلغى القاطع وهعمل بالمظنون، لا، ده انت حاجة محتاج إلى يعني تذهب إلى طبيب أكلي يبحث عن أكلك. قال طيب، لما يتعارض بقى القطع وهو المتواتر مع الظن، أن أقدم القطع في كل الأحوال، نعم، إلا إذا كان القطع عام والظن خاص، فحينئذ يكون الظن مخصصا للقطع. يبقى ده من قبيل إيه يا مشايخ الإسلام والإيمان؟ من قبيل الجمع بين الأدلة. أم كان الجمع واجب يا مولان؟ بس كده، وانت فاكر ان المجتهد بيعمل من غير أدوات ضابطة؟ مستحيل، مستحيل أن يعمل من غير أدوات تضبط اجتهاده وتضبط إنتاجه. إنتاجه مضبوط بأدوات، مش شهوة، مش نفس، مش تركيبة عقلية يعني اعتمدت على الترخص حيثما وجدت. قال ويقدم النطق. النطق ده مصدر بمعنى يا أولاد، بمعنى منطوق. النطق ده مصدر، استعمل استعمال اسم المفعول كلفظ بمعنى ملفوظ، كخلق بمعنى مخلوق، هذا خلق الله. قال ويقدم المنطوق أي المنطوق، وهذا المنطوق إما أن يكون منطوقا من كتاب الله عز وجل، وإما أن يكون قياس الجلي. انظر إلى القواعد، ما بيقدمش القياس الجلي، ده بيقدم النطق من الكتاب والسنة على القياس الجلي. قواعد، أدوات، ضوابط. ليس الفقيه مطلق هكذا، إنما هو مقيد بقواعد الشريعة الغراء، مقيد بأدلتها، مقيد بمناهجها، مقيد وله سقف لا يستطيع أن يخرج عنه، لأنه مش مشرع. المجتهد ليس مشرعا. على القياس الجلي، عندي القياس على نوعين، جلي وخفي. الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، والخفي ما لم يقطع فيه بنفي الفارق. كلام قلناه كثير، إلا أن يكون، انظر شايف ماء واحد، إلا أن يكون النطق عاما والقياس طبعا خاص، فيكون القياس مخصصا للنطق يعني للمنطوق من الكتاب والسنة كما قلنا قبل ذلك. قال ويقدم القياس الجلي وهو ما قطع فيه بنفي على الخفي، يعني إذا تعارض عندي قياس جلي على قياس خفي، هتقدم أي القياسين؟ سأقدم القياس الجلي على القياس الخفي، ولكن
أيها الشارح للكتاب، ما تعرف لنا ما هو القياس الجلي واذكر لنا مثال، وما هو القياس الخفي واذكر لنا مثال حتى نعلم الحقيقة في هذا. قال: القياس الجلي ما يعني شيء أو قياس قطع فيه يعني جزم فيه، أي في هذا القياس بنفي الفارق، يعني بنفي الفارق بين كل من الأصل والفرع. صور، أنا عندي أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، منهي عنه، ثم بعد ذلك تغتسل فيه، الحديث وارد وهذا حرام أو مكروه في الفقه الإسلامي، فيه رأيان. طيب، ممكن إن أنا أبول في كوب، بس مش كوب عصير القصب، كوب آخر، ممكن أبول في كوب وأضعه في الماء، ما رأيكم؟ لا فرق، مقطوع بنفي الفارق، يعني سواء بال بنفسه أو تبول في شيء ووضعه في الماء هما سيان. فالفارق بين الصورة هذه وهذه الصورة مقطوع بأنها غير موجود. فقسنا البول في كوب ووضعه في الماء على البول في الماء بجامع تنجيسه الماء بكل. طب مش ممكن يكون عشان هو بال في كوب يختلف عما إذا بال لا, لا, لا فرق بينهما قطعا؟ ليه؟ لأن البول فيه مطلقا، يعني البول مباشرة في الماء يؤدي إلى تنجيسه، ويؤدي أيضا إلى إنشاء الوسوسة، وكذلك لو بلنا في كوب ووضعناه في الماء يؤدي ذلك إلى يعني التنجيس، ويؤدي كذلك إلى الوسوسة، فلا فرق حينئذ بين الأصل وبين الفرع. فهذا يسمى قياس إيش يا أولاد؟ قياس جلي. يعني إيش جلي يا مولان؟ يعني قطع فيه بنفي الفارق، أو كان هناك فارقا بين الأصل وبين الفرع ولكن فارق ضعيف، والفارق الضعيف كالفارق المعدوم، ما فيش فرق مطلقا بين الأصل وبين الفرع، أو في فرق ولكن فرق ضعيف جدا لا يؤبه إليه ولا ينظر في هذا. طيب مثل إيه بقى يا مولانا؟ هو يضرب لك ويقول لك الأول والثاني. يا السلام، ده هو هنا ضرب مثال لهذا ومثال لهذا. إلحاق الأمة بالعبد في السراية، أنتوا عارفين السراية أم لا؟ سراية إيش هي؟ سراية، سراية من يعني جاية من السير، يعني من السريان، سريان سريان الماء، يعني هو قضية كلها من كان عنده شخص عبد وكان موسرا فأعتق هذا الشخص سرى إلى الشخص الآخر اللي هو حق الشريك، فده بيسموه عتق بالسراية، أخذ بالك، يقوم عليه حصة شريكه ويعطيها إياه ويصير العبد كله يعني معتقا في سبيل الله، يبقى في حاجة اسمه سراية، ولذلك الحديث موجود: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه حصة العبد. ده حديث البخاري، وفيها كلام كثير في أحاديث كثيرة وروايات كثيرة في هذا الباب. صرت إيش هذا الباب؟ أني أنا ميسور، راجل مليونير أو ملياردير أو تريليونير أو إلى آخر، وعندي شلة من العبيد، عندي قرية من العبيد، لكن هذه القرية من العبيد أملك 50% منها، وشريكي خيري نظام يملك 50%، فأنا الحمد لله أعتق حصتي 50% في العبد. طب وخيري النصف الآخر؟ النصف الآخر عتق ولكن بالسراية.
فيقوم علي حصة خيري. حصة خيري بكم؟ هذا العبد موجود على الانترنت في أسواق داعش مثلا ب$100. طيب أنا خلاص $100 أنا يعني سأتحمل $50 لخير نظام، يبقى دي اسمه إيه؟ بس الحديث وارد في العبد، من كان عنده عبد فأعتق شركا له فيه فأقوم عليه حصته. طب ما هو العبد ومثله الأمة، ما فيش فرق ما بين العبد والأمة، والذكورة والأنوثة لا تصلح فارقا أصلا، فقد قطعنا بنفي الفارق بين كل من الذكورة ومن الأنوثة، وقطعنا أيضا في المثال السابق بنفي الفارق بين التبول مباشرة في الماء وبين التبول في كوب. فده اسمه يا مشايخ، ده اسمه سراية. كأن الحرية التي صيرتها للعبد في ملكي انتقلت إلى ملك الشريك أيضا، كقياس الأمة على العبد. يعني إذا كان شخص ميسور وعنده أمة شرك بينه وبين رجل آخر فأعتق ذلك الرجل حصته، فإن العتق يسري إلى الحصة الأخرى فتكون الأمة كلها حرة. قال كقياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك، يعني حصة الشريك حصة خيري في هذا المثال ستقوم ويأخذ $50، بس الحديث ورد في العبد قسنا عليه الأمة بجامع الرق في كل منهما، وأما الأنوثة والذكور فلا تصلح فارقا. قال في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها عليه، يعني وهذه الحصة بعد تقويمها هي بكام؟ هي $50. خلاص هذه الحصة عتقت ويأخذ خير نظام حصته منها. والثاني إيش هو الثاني يا مشايخ؟ اللي هو ما احتمل الفرق احتمالا ضعيفا، كقياس العمياء على العوراء في منع التضحية الثابت بحديث السنن الأربعة. قياس العمياء، العمياء يعني التي لا بصر لها، على العوراء يعني على التي فقدت إحدى عينيها في المنع من التضحية، في أنه لا يصح ولا يجوز أن يضحى بها. والتضحية ثابتة، مش التضحية بقى، المنع يعني من التضحية بها ثابت بحديث أصحاب السنن الأربعة. أربع يعني أربع من الأضاحي وأربع من الأنعام والماشية لا يجوز أو لا تجوز، هنا لا تجوز في النص يعني لا يصح، في الأضاحي يعني لا يجوز أن يضحى بهن، العوراء التي فقدت إحدى عينيها، البين عوارها، إلى آخر الحديث. قسنا عليها يا مشايخ، قسنا عليها العمياء. إذا كانت العوراء التي فقدت إحدى عينيها لا يجوز أن تجعل أضحية، فكذلك التي فقدت عينيها لا يجوز أن تجعل أضحية. طب أين الفارق بينهما؟ الفرق ما بين الاثنين ولكنه فرق ضعيف. قال له لأن العوراء صاحبها نظرا لأن لديها عين واحدة يتركها تذهب إلى المرعى بنفسها فترعى، لكنها وهي ترعى لن تستطيع أن ترى الطعام رؤية جيدة، فيتسبب ذلك في هزالها. وأما بالنسبة للعمياء فإن صاحبها نظرا لذهاب بصرها قد يأتي إليها بطعامها وشرابها
ويعتني بها رأفة بها عناية أكثر من عناية العوراء. فيحتمل أن تجوز في فارق أهو، في فارق بين العمياء وبين العوراء، إن العوراء صاحبها يتركها اعتمادا على ما بقي لها من بصر فتأكل فيتسبب ذلك في هزالها، والعمياء نظرا لأنها فقدت بصرها احتمال أن يكون صاحبها هو الذي يقودها إلى المرعى بنفسه، هو الذي يطعمها بذاته، فلا يكون ذلك سببا فيه هزالها. قالوا هذا احتمال، واحتمال معقول ورائع جدا، لكن هذا الاحتمال ضعيف، هذا الاحتمال ايه؟ ضعيف، لأنه وإن كان هذا أمر معقول إلا أن الواقع لا يؤيده ولا يؤكده. أنت شفت واحد عنده بهيمة عمياء يذهب بها إلى المرعى سيتركها وهي تذهب مع إخوانها ويرشدونها بعض إرشاد، ومن هنا أتى أن هذا الاحتمال وإن كان موجودا إلا أنه احتمال ضعيف. طيب، كلام جميل. على الخفي، أي على القياس الخفي، وهو ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا، يعني هناك فرق بين كل من الأصل والفرع إلا أن هذا الفرق فارق قوي، وهو فارق مؤثر في أن يجعل الفرع يخالف الأصل. ما مثال ذلك؟ قال: كقياس القتل بمثقل، مثقل كالصخرة، على القتل بمحدد، يعني ما له حد في وجوب القصاص، قال: وقال أبو حنيفة، وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل. لا، ده هو ليس واجبا في المثقل كوجوبه في المحدد، لأن المثقل يقتل بحده. أبو حنيفة يسميه شبه عمد، يسمي القتل بمثقل قتل إيه؟ شبه عمد. طب ليه يا مولانا؟ قال: أصل خلي بالك المحدد ده بيعمل ايه؟ بيقطع. المحدد من شأنه ان يكون مفرقا للاجزاء، اضرب هنا ابص الاقي الرقبه اتفرقت، اتفصلت عن الجسم، ولذلك ده مش قاتل، ده بيقتل ويفصل الاجزاء، ويعني يجعل هذا في مكان وهذا في مكان بآلة موضوعة للقتل. والقتل بالعصا، القتل بالمثقل كالعصا مثلا مش موضوع للتفريق للأجزاء، ده موضوع للتأديب، فليس من شأنها أن تقتل. وعايز يقول لك كده، أي يقول لك بس بطريقة بسيطة كده، المحدد من شأنه أن يقتل، والمثقل من شأنه أن يؤدب. قالوا له: بس يا أبو حنيفة رضي الله عنك وأرضاك، وأنت طبعا يعني لك ما لك، اللي أنت بتقوله دوت مش أغلبي، لأن المثقل مش العصا بس، إحنا ما بنتكلمش على العصا، ده إحنا بنتكلم على مثقل من شأنه أن يقتل بثقله. واحد ضار يعني أخذ مثلا صخرة، الصخرة دي 300 كيلو، وراح حركها من فوق حتى تقع على شخص تحت. يا مولانا أبو حنيف، 300 كيلو لما يقع يا سيدنا على شخص من فوق هيقتلوه ولا هيزغزغوه ولا هيدلعوه؟ ما هو يعني يا شيخ يا دكتور، ما هو مش كده، احنا لازم نناقشه. انا بنقل كلام الأئمة، قال ده الكلام محمول على مثقل من شأنه أن يقتل بثقله، أما اللي حضرتك بتقول عنه ده
لا ده العصا احنا ما بنتكلمش فيها، ده احنا بنتكلم على مثقل من شأنه اذا وقع على الشخص قتله بثقله. فلا هو احتمل ان في فارق ما بين المقيس والمقيس عليه، واحنا جاوبنا عن هذا الاحتمال. وقيل الجلي هذا والخفي الشبه. تعريفات اخرى بقى في تفسير القياس الايه الجلي والقياس الخفي. هناك طريقة اخرى في الاصطلاح بتقول يا مشايخ، بتقول الجلي هو ما كان هناك فارق بين الاصل وبين الفرع، وكان هناك احتمال، ولكن احتمال ايه؟ يعني احتمال قوي. ومقابل هذا هو قياس الشبه. يبقى القياس الجلي هو اللي قال عليه هنا، هو اللي هو بيقول لك هذا اللي هو ما سبق ما قطع فيه. لا 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 لا، احنا كده خرجنا عن طور العبارة. الجلي هذا هو الإشارة مش لأقرب مذكور، هو الإشارة للتعريف السابق اللي هو ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان احتماله احتمالا ضعيفا. قال القوي الجلي هو هذا. طب والخافي؟ قال ده قياس الشبه. خلي بالك هذا مش عايدة إلى تعريف القياس الخفي بالمعنى الثاني، هذا عائدة إلى القياس الجلي. فهو عايز يقول القياس الجلي أنا مؤمن بأنه هو ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان هناك فارق ولكن كان ضعيفا جدا لا يؤبه به. وأما القياس الخفي فهو قياس الشبه، ما تردد بين أصلين يلحق بأكثرهما شبها، أو ما تردد بين الطردي وبين المناسب، وكلام احنا ذكرناه في حلقة. وقيل طريقة ثالثة أو تعريف ثالث، وقيل الجلي الأولى، يعني القياس الأولوي هو الجلي، يعني ما كان الفرع أولى بالأصل من الحكم من الأصل، كقياس الضرب على التأفيف في التحريم، يعني قياس ضرب الوالدين على تأفيف الوالدين في التحريم اللي هو الحكم بجامع الإيذاء في كل منهما. والواضح المساوي، والقياس الواضح ده زود كمان نوع ثالث. يبقى عندي الجلي، يبقى الطريقة الثالثة ديت بتجعل القسمة ثلاثية، صح كده يا جماعة؟ ادي رقم واحد اللي هو الجلي، اكتب عليها رقم واحد. رقم اتنين الواضح. رقم ثلاثة الخافي. يبقى دي طريقة بتقول ان الأقيسة على ثلاثة انحاء، جلي واضح خفي، جلي واضح خفي، الجلي قياس الاول، الواضح المساوي، الخفي الادنى. الله ده كلام جميل، هذا ده كلام هلو، هذا هو العلم. والواضح هو القياس المساوي، يعني بيكون الفرع مساوي للأصل في العلة، كقياس إحراق مال اليتيم على أكله، وهنا كاتبها آكله، إحراق على الأكل مش على آكله. مش عندكم بهمزة اللي هي همزة طايرة دي اللي هي المادة؟ إيه؟ همزة ممدودة، لأن الهمزة الممدودة دي أصلها من همزتين، آكله لكن أكله، يبقى قاس الإحراق على الأكل، لأن ده مصدر وده مصدر، إحراق المال أكل المال،
مش آكل المال، هو بيقيس إيه؟ ده بيقيس فعل على فعل، مش فعل على ذات. ما هو على آكله يبقى هو أراد به الشخص مع الصفة، لا آكله. يبقى ده بيسموه مساوي. ليه؟ لأن الفرع ساوى الأصل في العلة. ربنا قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يبقى لو كلت مال اليتيم، يعني حاطط عندك مثلا كم فرخة لليتيم وشايلهم عندك، فجعت فرحت مطلع دجاجة وسلقتها وعملت بجوارها رز وعملتها كبسة في الرز زي ما بتعمله وكلتها، يبقى ده ايه؟ ده أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم إنما يأكلون في بطون النار. يعني هذه الدجاجة ستتحول يوم القيامة إلى نار في البطن، والعياذ بالله، وهذا حرام. طب افرض أنا ما كلتش الدجاج لكن خدت الدجاج وتصدقت به، حرام، لأن ده إتلاف، أكله إتلاف والتصدق به إتلاف، وأخذك له وقذفه في الشارع وإفساده إتلاف، فالأكل إتلاف والتصدق به إتلاف، كل ذلك نوع من أنواع الإتلافات، وهذه الإتلافات متساوية لأنها ضياع للمال، وليس واحد منها بأقوى فعلية الإتلاف من الآخر. يبقى ده بيسموه قياس الايه؟ المساوي، اللي هو بنقول عليه الواضح. والخفي وهو الأدون، كقياس التفاح على البر في باب الربا. التفاح ده مطعوم، فيحرم أن يباع التفاح بالتفاح إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، وإلا حالا غير مؤجل، وإلا أن يكون التسليم في مجلس العقد بثلاثة شروط. طب إحنا قسنا على إيه؟ ده الحديث ورد في ستة أصناف، ومنها البر، والبر ده مطعوم، البر والقمح مطعوم رقم واحد. اثنين، مدخر، يعني أنه يدخر، يعني عارفين يعني إيه يدخر؟ رقم ثلاثة، أنه قوت، فاشتمل على ثلاثة أوصاف: طعام، مدخر، وقوت. طب التفاح طعام بس، بيدخر، سيب التفاحة كده ثلاثة أربعة أيام هتلاقيها عطبت وفسدت بس كده. طب وبيتالت حاجة وقوت، هو انت حضرتك بتاكله زي ما بتاكل الفول؟ انت بتستغنى بالتفاح كما تستغني بالرز، بالرز الابيض بالنسبة لاخواننا الماليزيين. طيب لكن بص بقى، هل التفاح لما بتاكله بتستغني به ويقوم في معدتك فترة طويلة كما يقوم الفول؟ لا، لرغيف فول أقوى عند الله من 100 كيلو تفاح، يعني كلها كده هتبص تلاقي القضية كلها عندك إيه؟ قعدت حضر، وده حصل معانا، نأكل السندوتش الفول أو الطعمية نقعد 20 ساعة، الحمد لله جميل، كل كده 5 كيلو تفاح، ساعة كمان تجد إن التفاح راح طار، لا يصمد في المعدة، لا يستقر، ولذلك هو مش قوت، لا تقوم عليه البنية الجسمية. أمال هو إيه؟ طعام. لكن البر أقوى لأنه مشتمل على ثلاثة أوصاف. طب والتفاح أضعف، فقسنا الأضعف على الأقوى، يبقى ده اسمه القياس إيه؟ النووي، لأن العلة في الأصل أقوى من العلة في الفرع. العلة في الفرع الطعمية، مش الطعمية، ها رقم اثنين العلة في الأصل الطعمية، ها
الادخار أوصافه كثيرة وعريقة، قوت كقياس التفاح على البر في باب الربا. احتمال يكون العلة في البر هي الثلاثة، واحتمال يكون العلة هي مطلق الطعمية. ثم الجلي على الأول يصدق بالأولى وكالمساوي، قال والله على التعريف الأول اللي بيقول فيه ما قطع فيه بنفي الفارق أو ما لم يقطع بنفي الفارق، التعريف الأول هيكون القياس الجلي يشمل القياس الأولوي ويشمل القياس المساوي، ده التعريف الأول. يبقى هناك فارق بين التعريف الأول والتعريف الثالث، حيث إن الأول يشمل المساوي ويشمل الأولى تحت دائرة القياس الجلي، والقياس الخفى يبقى قياس الأدون، وإن وجد في النطق. خلاص كده فهمنا، الكتاب ده جميل جدا. وإن وجد في النطق من كتاب أو سنة، في النطق يعني في المنطوق، سواء كان ذلك في الكتاب أو السنة، ما يغير الأصل. وجد في الكتاب والسنة ما يغير الأصل، احنا نسير على الأصل إلى أن يأتي الكتاب والسنة، فيأتي الكتاب يغير الأصل، تأتي السنة تغير الأصل. قال ما يغير الأصل أي العدم الأصلي، يعني العدم المنسوب إلى الأصل، الذي يعبر عن استصحابه. خلي بالكم إن احنا غيرنا العبارة دي في القراءات السابقة، يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، يعبر عن استصحابه باستصحابه. العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحاب العدم الأصلي باستصحاب الحال. العدم الأصلي دوت بيعبر عنه بإيه؟ بيترجم عنه بإيه؟ بيعنون بإيه؟ باستصحاب الحال. فظاهر، يعني هذا واضح جدا أنه يعمل بالنطق ويترك استصحاب الحال، وإلا، هذه عبارة لطيفة، يقول إلا هنا ليست هي أداة الاستثناء، وإنما هي مركبة من إن الشرطية ولا النافية، أضغمت اللام في النون، يمكن هي أصلها إيه؟ إن لا، وليست بحرف استثناء كما قيل، وإلا، يعني ولو كانت حرف استثناء لما تجتمع هي والواو العاطفة، لو حرف استثناء مش هتجتمع هي والواو العاطفة. ليه؟ لأن الواو ديت تدل إن في جملة تمت وبنعطف الجملة التي بعد على الجملة التي قبل، ولكن ده إلا تدل على أن الكلام ما زال له بقية، وإلا لم تجتمع هي، يعني أداة الاستثناء والواو العاطفة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هيبقى ما هي فائدة وجود الفاء بعدها؟ يبقى هناك دليلان على أن إلا هنا ليست استثنائية. أولا كونها مصحوبة بالواو، والواو تدل على انتهاء الجملة السابقة، وإلا تدل على أن الجملة السابقة ما زالت ناقصة. رقم اثنين، لو كانت استثنائية فما فائدة الفاء؟ ده الفاء تدل على إنها فاء الجواب،
ولم أي وإن لم يوجد ذلك، يعني وإن لم يوجد ما يغير الأصل، ما فيش دليل من كتاب ولا من سنة يغير الأصل، فيستصحب بقى معنا، فيستصحب الحال اللي احنا بنقول عليه العدم الأصلي يتسمى ايه؟ يتسمى استصحاب الحال. لو لم يوجد هناك دليل يغير العدم الأصلي أو يغير استصحاب الحال سيعمل باستصحاب الحال كما هو، أي يعمل به أي بما يقتضيه، ويقدم الناقل عن الأصل، يعني يقدم الدليل الذي ينقل عن الأصل عند الجمهور، طيب هو هنا يعني يقدم الخبر أو الدليل مطلقا الناقل للبراءة الأصلية على الخبر المبقي لها، يعني يا صورة المسألة إيه؟ أنا عندي براءة أصلية، عندي استصحاب حال، لو كان موجود دليل يغيرها دليل واحد خلاص خلص، لكن افرض موجود دليلين، دليل ينفيها ودليل يثبتها، دليل ينقلنا عنها ودليل يثبتها ويؤكدها لنا، صورتها كده، دليل يثبت ان البراءة الأصلية مستمرة معانا، ودليل بيقول لا البراءة الأصلية ليست مستمرة وإنما نقلنا عنها، هنقدم يا مشايخ؟ قال يقدم الناقل عن الأصل عند الجمهور. طيب ليه بقى؟ قال لأن النقل عن الأصل معه زيادة علم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولأن الأصل النقل مش الإثبات، ممكن يبقى الدليل البراءة الأصلية ما يؤكدها ما يرفعها، البراءة الأصلية ما يرفعها ثم بعد ذلك ما يثبتها، ده احتمال، لأن احنا ما نعرفش الخبر ده جه امتى وده جه بعد امتى، ما نعرفش التواريخ في مثل هذا. قال لا، بس هو الغالب أن يكون ناقلا عن الأصل لا أن يكون مؤكدا لها، ولذلك قاله إذ الناقل يفيد فائدة جديدة ألا وهي مخالفة البراءة الأصلية، والموافق لا يفيد شيئا جديدا، ليه؟ لأنه هو معناه مدرك قبل ما يوجد، يعني الذي يقرر البراءة الأصلية ويثبتها، طب ما هو أنت حتى لو ما جيتش كان المعنى هيبقى كما هو، فما الذي أفدته؟ ما استفدناش حاجة، لكن الناقل لا، ده الناقل يفيدك فائدة جديدة ومعه زيادة علم، والمثبت على النافي، ماليش دعوة بقى خلاص احنا خرجنا من البراءة الأصلية، عندي دليل نافي ودليل مثبت، وتعارض ماذا أقدم؟ قال أقدم المثبت على النافي، لأن المثبت مشتمل على زيادة علم، معاه زيادة علم، كخبر بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الجوف الكعبة، وخبر أسامة أنه دعا ولم يصلي، يبقى عندي اتجاهين هم، عندي خبر بلال ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في جوف الكعبة، سيدنا بلال بيقول لك انا شفته بيصلي في جوف الكعبة، وعندي خبر أسامة بيقول ايه؟ بيقول لم يصلي في جوف الكعبة، ده اللي حصل ان هو دخل ودعا وبعد ما دعا ما صلاش، يبقى بلال مثبت وأسامة نافي،
فنقدم خبر بلال لأنه يفيد علما زائدا، ونؤخر خبر أسامة لأنه لا يفيد ذلك، ومن حفظ حج على ما من لم يحفظ. وقيل عكسه، ألا إحنا نقدم النافي على المثبت. ليه؟ قال لأن النافي يؤكد البراءة الأصلية، يعني النافي معه البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية بتقول إنه لم يصلي، الأصل عدم الصلاة في الكعبة، وجه خبر أسامة بيقول إنه ما صلاش، يبقى اعتبر دليلين في مقابلة دليل، يبقى أيهما أقوى؟ الاثنين في مقابلة واحد. وقيل يستويان، يعني ان الاثنين متكافئين، لديهما مساواة، لان ده ترجح من انه ان المثبت معه زيادة علم، والنافي عضده البراءة الأصلية، والاثنين ده معاه دليل مساوي لهذا الدليل، يبقى الاثنين مستويين، يعني ما نعملش بواحد منهم. وقيل في تفصيل، شوف المسألة فيها كم مذهب، فيها أربعة، فتح الله عليه، تقديم المثبت، وده كلام الجمهور، تقديم النافي اثنين، الاستواء ثلاثة، التفصيل أربعة. كل دي أدوات، خلي بالك من براعة المجتهد أنه كان يستبطنها جواه وهو شغال، جواه وهو شغال أدوات حاططها أمام عينه وبيضبط عليها الأدلة، معايير اسمها معايير لإنتاج الحكم، يرجح المثبت على النافي إلا في الطلاق، يبقى هنرجح النافي في الطلاق والعتاق، وهنرجح النافي في العتاق. ليه؟ قال لها ده أنا هرجح المثبت على النافي، لكن هاجي في الطلاق وهرجح إيه؟ الحديث الذي ينفي وقوع الطلاق والذي ينفي وقوع العتق، هرجح الحديث النافي لوقوع الطلاق ولوقوع العتق على الحديث المثبت لوقوع الطلاق ولوقوع العتق. ليه؟ قال له لا، لأن الأصل بقاء العلاقة الزوجية، والأصل بقاء الأملاك على ملك أصحابه، ولا يغير إلا بطريق قوي، لأن في قاعدة أخرى غير استصحاب الأصل، الأصل هو بقاء العلاقة الزوجية، والأصل هو بقاء الملك. فإذا جاءني ما يفيد النقل عن هذا الأصل لا أعمل به. طب جاءني خبر يؤكد، جاءني خبر ينفي النقل، يقول لي لا ما فيش طلاق، يبقى بيؤكد بقاء الزوجية، يبقى أعمل به. جاءني خبر بيقول لا، في مقابلة خبر بيقول لا العلاقة الزوجية باقية، والخبر الثاني بيقول لي لا العلاقة الزوجية منتهي، سأقدم الخبر الذي يقول ببقاء العلاقة الزوجية على الخبر الذي يقول بانتفاء العلاقة الزوجية، لأن البقاء موافق للأصل فيه النكاح، وهو بقاء العلاقة الزوجية ولا تزول إلا بيقين. طيب جميل. والنهي على الأمر، عندي نهي تعارض مع أمر، هذا الدليل يأمر بهذا الفعل، وهذا الدليل ينهى عن هذا الفعل. لا تشرب القصب، اشرب القصب، اشرب ولا ما اشربش، الدليل بيقول لي اشرب القصب،
مثلا يعني. ده احسن تظن ان في دليل بيقول لك اشرب القصب ودليل اخر بيقول لك ما تشربش القصب، يبقى مصيبه. ده احنا بنقول مثلا يعني. هعمل ايه؟ قال له قدم الدليل اللي بيقول ما تشربش. طب ما نقدم بقى اللي بيقول اشرب عشان انا عطشان والدنيا حر والقصب طعمه حلو يعني. قال لك قدم الدليل اللي بيقول لا تشرب، اللي هو النهي على الدليل الذي يقول لك اشرب. ليه؟ قال لاني النهي انما شرع من اجل دفع المفسده، والامر انما جعل من اجل تحصيل المصلحه، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ده ايه ده؟ ده قواعد. يا ابني المجتهد شغال بقواعد منضبطة، وكل قاعدة عنده لديها ما يوجهها، والأمر على النهي يعني، ويقدم الأمر على الإباحة، الأمر على الإباحة يعني. عندي دليل بيقول لي وجب عليك أن تشرب عصير القصب، ودليل بيقول لي لك أن تشرب عصير القصب. لك لك يبقى مباح الحمد لله. طب أعمل إيه بقى؟ قال لك لا اشرب. ليه؟ قال لأن ده أحوط، هب إن يكون هذا الدليل الآمر هو المراد يوم القيامة، يبقى امتثلت بيقين أم لا؟ امتثلت بيقين. طب طلع يوم القيامة مباح، حصل حاجة ان انا شربت؟ ما حصلش. طب طلع يوم القيامة ان هو مأمور به وانا قلت لا هو مباح وتركته، يبقى هنا احتمال بقى يبقى في مشكلة معايا يوم القيامة، يبقى هو احوط يعني ارتكبنا الذي فيه براءة للذمة. زي ما بتقول كده، بص بقى أنا عندي شباك، احتمال الشباك ده هو اللي بيكون بيدخل الهواء الذي يؤذي البيت، طب ما نقفل الباب كله خلاص. ولذلك عندنا المصريين بيقول لك ايه، الباب اللي يجي لك منه الريح ولو احتمالا سد واستريح، يعني احتاط في أمرك يا أخي وراح دماغك. فاعمل كده في الشريعة، خذ الأحوط حتى تكون يعني إيه قد ابتعدت عن الخطر 100%. لو قالوا لك في طريقين، ودي قواعد عقلية، في طريق احتمال يبقى فيه مشاكل قطاع طرق دواعش، وطريق آخر ليس فيه شيء، ستأخذ أنا أي طريق؟ يا قطعا قالوا لك 100% الطريق ده خالي، هاخد اللي 100%، والتاني قالوا لك 90%، ستاخذ اي طريق؟ اللي 100%. يا اخوانا دي قواعد عقليه. والخبر المتضمن للتكليف على الامر والنهي، يبقى المتضمن للتكليف على الأمر والنهي غير الصريحين، يعني في خبر متضمن للتكليف بمعنى إيه؟ كأن يكون عندي خبر أريد به الإنشاء على إنشاء صريح، أيهما يقدم؟ لا، أنا أقدم الخبر الذي اشتمل على الإنشاء على الأمر والنهي، ومن دخله كان آمنا، ده خبر لكن أريد به الإنشاء، أريد به الأمر. طب وعندي أمر صريح، أمنوا من دخله، أيهما أقوى؟ لا، ده الخبر الذي اشتمل على الإنشاء أقوى من الإنشاء المباشر، لأنه كونه جاء في صيغة الخبر كأنه أكد الأمر، لأن الخبر الأصل فيه ألا يكون مخالفا للواقع،
ده خبر الله، ومن دخله كان آمن، مستحيل يخالف الواقع. فلما يأتيك خبر في صورته مستحيل يخالف الواقع وفي حقيقته أمر، يبقى كأنه أريد به الإيه؟ كأنه أريد به التأكيد الشديد، كأنه قال لك أمنوا من دخله، أمنوا من دخله، أمنوا من دخله. يبقى الإنشاء الذي أتى لنا في صيغة الخبر أقوى من الإنشاء الذي يأتي لنا ابتداء. فلو تعارضا قدم الخبر الذي بداخله إنشاء على الإنشاء الذي جاء هكذا ابتداء إنشاء. قال: والخبر المتضمن للتكليف على الأمر والنهي، وخبر الحظر على خبر الإباحة. يعني تعارض عندي خبر ناهي وعندي خبر مبيح، أي الخبرين آخذ؟ خبر المحرم، لأنني هكذا خرجت من عهدة التكليف بيقين، لأنني أخذت بالأحوط. وقيل عكسه، يعني يؤخذ بالخبر الدل على الإباحة، لأن الخبر الدل على الإباحة قوية بأنه موافق للأصل، الأصل عدم التحريم، والخبر بيقول لي مفيش تحريم، يبقى الأصل مع الخبر الذي يستفاد منه عدم التحريم صار دليلان في مقابلة دليل. شفت طريقة التفكير؟ وقيل يستويان، يستوي الخبر الذي يحضر على الخبر المبيح، لأن هذا معه دليل قوي وهذا أيضا معه دليل. الخبر الحاضر عضد بالاحتياط، والخبر المبيح عضد بالأصل، فتساويا. والوجوب والكراهة، يعني ويقدم الوجوب والكراهة على الندب. قال لك عندي خبر بيقول إنه واجب، وخبر بيقول إنه مندوب، أقدم الوجوب الذي يقول بإنه محتم على الخبر اللي بيقول بإنه مندوب، لأني لما أعمل بخبر الوجوب سأقتدي، وحينئذ سأرتكب أحوط الأمرين، فأخرج من عهدة التكليف بيقين. لكن لو أنا قلت لا أنا أخذ بخبر الندب على خبر الوجوب، لا، في خطر يوم القيامة أن يكون الندب مش هو المراد وإن الوجوب هو المراد، فده هيخرجك من عهدة التكليف بيقين وتأتي وأنت مطمئن. طب والكراهة مع الندب؟ قدم الكراهة، لأن الكراهة بتقول لك ما تعملش والندب بيقول لك اعمل. والندب على المباح في الأصل، يعني وإذا تعارض الندب والمباح فإن الندب يقدم على المباح، لأن المباح في احتمال بيقول لك اعمل وما تعملش، لكن الندب لو عملته خلاص يبقى أنا الحمد لله حصلت المصلحة والثواب المرجو وخرجت من الملامة يوم القيامة بيقين. طب لو أنا اعتمدت على أنه مباح، ممكن أتي يوم القيامة أنا خلاص ما هو مباح بقى نتركه، وأتي يوم القيامة وأنا تارك شيء ممكن ألام عليه. ونافي الحد على الموجب له، يعني عندي دليل، هذا الدليل يدفي أن هذا الفعل فيه حد، وعندي دليل آخر
يقول بأن هذا الفعل فيه حد، أيهما أقدم؟ قال قدم النافي للحد على الدليل الذي يثبت الحد. ليه؟ قال والله لأن الدليل النافي للحد كأنه مؤكد ومقوى بقوله لا ضرر لا ضرر ولا ضرار، لأن الحد ضرر والحد منفي، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، خلافا لقوم. لا، في ناس تاني قالوا لا العكس، قدم المثبت للحد على النافي. لا، بيقول هنا خلافا لقوم، هنا في الحشة بيقول لا، حيث قالوا إنهما سواء، قالوا إنهم لا ما فيش بقى، قال إنهما سواء يعني إيه؟ يعني مستويان، الخبر يعني المثبت للحد مساوي الخبر المنفي للحد، لأن هذا معه دليل وهذا معه دليل فتساويا في القول. والمعقول معناه على غيره، يعني ويقدم الدليل الذي عقل معناه وعرفت علته على الدليل الذي لم يعرف معناه ولم تعرف علته. قال والله لأن الدليل الذي عرفت علته يكون المكلف أسرع للامتثال فيه من الدليل الذي لم تعرف علته، لأن المكلف هينتظر ويقول هو علته إيه، فالذي عرفت علته وعقلت يكون المكلف أسرع في التنفيذ من الذي لم تعرف علته ولم تعقل. فيكون أسرع إلى القبول وأفضى إلى الوقوع، فيكون حصول مقصود الشرع أهم لأنه أكثر فائدة، وأيضا لأنه أكثر فائدة لأنه عقلت علته وعرفت هلحق بغير وأقيس عليه والآخر لا أقيس عليه، فيكون أكثر فائدة من غيره. ويقدم الخبر المفيد لخطاب الوضع من سببية وشرطية ومانعية وصحة وفساد على الخبر المفيد للتكليف. وإن كان من زمان أنا عندي إشكال في يعني تصور تعارض الخبر المفيد للوضع مع الخبر المفيد للتكليف، لأن الاثنين مجالهم مختلف وما فيش ما بينهم أصلا يعني تلاقي حتى يختلفان، فنحتاج إلى ترجيح أحدهما على الآخر. ولذلك بيقول في الشرح تحت أي أن المثبت للحكم الوضعي أولى ومقدم على المثبت للحكم التكليفي، لأن الوضع لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليف. يقول كده الوضع يثبت في أحوال أكثر من الأحوال التي تثبت فيها أو يثبت فيها التكليف، لأن الوضع لا يحتاج إلى فهم الخطاب وإلى التكليف وإلى وإلى وإلى، بخلاف التكليف فيحتاج إلى فهم ويحتاج إلى بلوغ ويحتاج إلى عقل وهكذا. لكن أنا بقول فين جهة تعارض الذي من خلاله نحتاج إلى التقوية وإلى الترجيح؟ ده بيقول سببية وده بيقول وجوب، راح فين؟ أنا مش فاهم، لو حد عنده تصور لهذا يقول لي، بس أنا أعتقد يعني إن هم بيتكلموا على مطلق الأدلة، يعني بيقول لك إن ده أقوى من ده في الصورة دي، ده أقوى من ده بدون تصور للتعارض، عايزين يقولوا إن خطاب الوضع أقوى من خطاب يعني التكليف، لا أن 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 هنا قد تعارض دليلان وتقابلا على جهة الامتناع، لا أنا مش متصور هذا، لكن هما بيتكلموا على أسباب القوة، ففي الخطاب الوضعي قوة أكثر من القوة التي في خطاب التكليف، لعلها كذا يعني.
وثانيها بحسب المتن. طب هنقف عند ثانيها بحسب المتن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راح ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.